بدون شك ان الاهتمام بتواجد المياه للعمران السريع في كل مكان اصبح من اولويات جميع الدول. اغلب الدول تزيد نسبة السكان بين 3%، بعض الدول المتأخرة حتى في النمو وصل إلى 5%، الدول المتقدمة بتبقى 1.5 أو 2%، لكن في كل هذه الحالات زيادة على الطلب في المياه. المياه موجودة في الأنهار، موجودة في البحيرات، موجودة في البحار. الأنهار باستمرار تخضع إلى ضغوط نهرية ينتشر بين دولة وأخرى، هناك مشاكل في التوزيع، لذلك الاتجاه كان إلى البحار وإزالة الملوحة من البحار. ومصر دخلت في هذا المجال بأرقام كبيرة وإنجاز غير عادي. البرنامج اليوم يحاول أنه يقدم الفكرة المبسطة عن إزالة الملوحة أو الشوائب أو كميات غير مطلوبة إلى المحطات الكبيرة جدا التي تخرج منها آلاف المترات المكعبة من المياه للشرب وللحيوان وللإنسان وأيضا لبعض الأعمال الصناعية. بالنسبة للاتجاهات النهاردة احنا شايفينها في مصر وفي كثير من الدول العربية، الاحتياج إلى مياه نقية بقى احتياج كبير جدا. فنقدر نقول إن الموضوع ده مش جديد لنا، بس على كميات بسيطة. يعني في حاجات كتيرة قوي اتعملت هنشوفها، إزاي أنا أقدر أطلع من مياه عكرة تكون طالعة من بيرة أو أي حاجة، أقدر أعمل لها جهاز بسيط جدا ورصبها في حاجة يسموها ترسيب بالطاقة الشمسية. يعني المية هدخل مية على سخان طاقة شمسية وبعدين هيطلع البخار بتاعه ويدخله على جهاز تاني هيرصف الحاجة دي كلها. نقدر نقول ده نوع من المكثفات، فهيقدر يرصف الحاجة وينزلها على السطح. يبقى واحدة هتبقى سخنة بتسخن المية، مية هتخفف وزنها هتنتقل إلى الجهاز التاني وهترسب في الجهاز التاني. ده كان مع التكنولوجيا اللي احنا دخلت مصر برضو في السخان الشمسي. السخان الشمسي هو جزء من هنا، بس السخان الشمسي بقى الحاجة تلف فيه وترجع تنزل مية سخنة تحت وهكذا. هنا بقى عشان دلوقتي احنا كلنا بنهتم بترسيب المية وإزالة الملوحة منها، يبقى لازم أعمل المكثف ده اللي هو اللي موجود. وده حاجة بسيطة. أنا أتذكر احنا رحنا المركز القومي للبحوث من قيمة 20 سنة ودخلنا السخان الشمسي وكان ناجح جدا، وبعد كده انتشر في الساحل المصري وفي حتت كتيرة قوي. النهاردة بنقول بقى بما ان مشكلة المياه بقت مشكلة في كل العالم واكيد في مصر برضو، لابد ندور على طرق ان احنا ناخد من الابيار او ناخد من البحار. بس العيب بقى ان في اضافات موجودة، في صوديوم اكتر من اللازم، طبعا ده الملح، في حاجات تانية برضو يمكن تبقى مضرة للإنسان. فيبقى لازم نرجع نفكر ايه الطريقة ان احنا نعمل اجهزة للكميات البسيطة اللي ممكن تبقى المجتمع بسيط جدا او شخص في منطقة صحراوية او تجمع بدوي او اي حاجة بالشكل ده. وده اللي احنا بنوريك طبعا اللي بيتفرج على البرنامج ويكون طبعا متابع كل التطورات اللي موجودة في مصر في الطاقة الشمسية وفي إزالة الملوحة. مش ده اللي احنا هنتكلم عليه في الآخر، بس عاوزين نقول ما ننساش ان في حاجات هتطلع 99% خالية من كل نقدر نقول خالية من كل إضافات منجنيز مثلا أو شوائب أو حديد. حديد بيبقى كتير قوي في الحاجات اللي بالشكل ده. هنشوف بقى مرحلة أكثر تقدما. عاوزين نقول برضو الأجهزة اللي موجودة قدام المتحدث
ما ياش الفلتر العادي، ما ياش الفلتر العادي اللي موجود في المطبخ عندنا اللي بنجيبه عشان ينظف، هو جزء من نظام. طبعا اذا كنا عاوزين ناخد مياه نظيفة 100% صالحة، الفلتر بيبقى بيشيل الرواسب اللي هي موجودة. لكن في حاجة زادت اللي هو لا، عمل لنا برضو إشارة كده في حتة جديدة في الجهاز ده بقى، عشان مش بس يشيل الرواسب، ما هو الفلتر بيشيل الرواسب، صدى في مواسير أي حاجة بالشكل ده، لكن لو في أملاح، الأملاح دي بتبقى رفيعة جدا، يعني المية المالحة بتفوت بالظبط تقريبا في فلتر زي ده زي المية التانية. فيبقى في جهاز هنا ركب زيادة، هو الجهاز ده بقى اللي هو بيشاور عليه ده جهاز منزلي يقدر يشيل كل الحاجات اللي هي بالذات الأملاح، يعني هيحلي مية البحر، هيحلي مية جاية من بحيرة من بير كل ده. بس عايزين نكرر النظام بتاعنا هنا ده نظام شخصي أو في منزل أو في مقهى أو حاجة بالشكل ده. هنيجي بقى نشوف حاجة تانية، احنا عاوزين نقلل من الاحتياج إلى الكهرباء أو الطاقة، عاوزين نطلع مية نظيفة بطريقة بسيطة جدا مع استعمال إيه؟ طريقة جديدة اللي هو ريفرس اسموسيس وديستيليشن اللي هو التقطير، وده عبارة عن إن أنا أغلي مية وتطلع المية وتخش في كوندنسر يعني مرسب، يعني تتبخر اهي، وبعدين بيعمل لها برضو كومبريسر صغير كده، وفي الاخر هتطلع مية حلو. يبقى ده اللي هو كان بالتسخين. هنا هو برضو في طريقة تانية ان انا استعمل الديسالينيشن واستعمل طاقة الهواء. يبقى في الاول انا صحيح جبت مية حلوة بس عاوز طاقة، طب افرض حتة مفيهاش الطاقة دي، طب ما اشتغل بقى احط حاجة جديدة، احط الطاقة طاقة هوائية. يبقى انا دخلت بقى في تكنولوجيا اكثر تعقيدا واقل اعتمادا على مصادر الطاقة او المية الحلوة، يعني مية مالحة مفيش طاقة ايوة. نكمل بقى هنا هو الطريقة اللي هو انا عمال اسخن وصل لمية درجة، يعني وصلت للبخار، وبدخل في مكثف اللي هو كوندنسر، شايفين الاحمر طبعا ده سخن، بعد كده اللون الثاني بيبقى برد، يعني ما برد الحاجة بتكثف وتنزل المية بدون كثير من الرواسب اللي هي موجودة او المعلقات اللي هي موجودة. هدي نظام اهو، فهنا هو طبعا في التسخين، التسخين ده بيؤدي الى تبخير، التبخير ده اللي هيتبخر الحاجات الصلدة مش هتتبخر، هتبقى تقيلة مش هتتبخر، فبعدين ارصبها تنزل لي حاجة جميلة جدا. هنا ازود حاجة بقى، قالك ويند باور يعني ايه طاقة رياح، يبقى انا كل النظام ده هو نفسه بس عاوز اخد الطاقة من طاقة الهواء. فممكن بقى الطاقة الهوائية وطاقة الرياح استعملها في كذا حاجة، ممكن اطلع المية من اي بير، وده اللي كان موجود في الساحل الشمالي، كنا بنروح مرسى مطروح نلاقي الابيار عليها المراعي، بس ما واحد كانت ألمونيا بقى ما كانتش دي. وبعدين ممكن أنا أخد طاقة أستعملها، بالنسبة بقى أن أنا أقدر أستعمل طريقة بسيطة جدا اللي هو يدوبك يكون عندي أنا إزازتين بلاستيك أو إزاز أو أي حاجة فضلات، وعاوز مش عندي أنا طالع رحلة أو طالع كشافة أو أي حاجة، وعاوز أطلع مية نظيفة هاخدها من أي بير من أي موقع،
وهعمل التجربة اللي حضرتك ما هتشوفوها دلوقتي، عبارة عن إزازتين. إزازة واحدة هتبقى عبارة عن إن هنسخن المية فيها، وهنا حاطين يعني زي أي وعاء كده بيسخن فيه، ممكن نحط فيه فضلات، حط فيه خشب، حط فيه أي حاجة، وولعه هيسخن. يبقى واحدة هتبقى مليانة المية اللي هي عكرة شوية، هتسخن، وهيركب المية على الناحية التانية عشان يرسب فيها. يبقى في الحالة دي هو خد مية بتغلي، دخلت في مرحلة البخار وراحت التانية، فهو بيكلم بيقول لك ماي روكت ستوف عبارة عن يدوبك وعاء لتر، والوعاء التاني بياخد البخار ويرصب كده، هو كل مرة هيطلع اللتر ده مية نظيفة. عملية بسيطة جدا، واحنا وريناها فقط يعني ممكن حتى عشان يثبتوا دي، بيثبتوا بقى يعني ان الحاجات دي بتنجح. ادخل شوية مية عكرة حتى باينة انها عكرة اهي، فيقدر ايه هيشوف بعد كده المية هتطلع، هل يطلع معها دي يمكن شوية رمل ولا شوية حاجات بالشكل ده. احنا مش هنطول اول في التجربة دي لانها يعني هي واضحة، هيبان اهو. وحتى على فكرة حتى الرمل مش عشان يعكر المية، هو حط المية اللي طبعا هو هيسخن من تحت نقدر نقول اي مصدر كده بيسخن بيه، لكن ما يقدرش يحطه على الازازة على طول على البلاستيك على طول لانه هيسيح، فحط الرمل ده في الجزء الاولاني عشان الرمل بيمتص الحرارة القوية، وحطه على الناحية التانية ليه عشان يحتفظ بالترصيب، يعني يبقى برضو النظام كله عليه نوع من العزل. بالنسبة بقى هنا بنختتم في التجربة دي، هو عمل لنا رسم كروكي موجود على أساس بيوري إزاي المية بالرواسب بتاعتها، الرملة موجود طبعا عشان يمتص الحرارة المباشرة، وشايفين المية هتنتقل إلى مية اتبخرت وترسبت في حدود طبعا اللتر اللي هو حطه، يعني مش هيضطر بعد كده يطلع لتر تاني، يعني حكاية طبعا مش صناعية، لكن في حالة يعني البقاء على الحياة أو حل مشكلة مزمنة بدون أي إمكانيات، وتنفعنا طبعا عشان نقدر نفهم عملية التسخين ثم البخار وتبخير ثم التكثيف. بالنسبة للناحية الصناعية بقى اللي هي فعلا يعني دخل فيها تكنولوجيا اللي هو موضوعنا الأصلي، هنلاقي انه محطة ومكتوب عليها 400,000 لتر، ومكتوب عليها كمان انها تولدت من الهواء. يبقى احنا دلوقتي بندور على محطة بيستعمل الطاقة الهوائية بتاعتها وهي موجودة في وسط الصحراء، وفي نفس الوقت بعد كده هنشوف الطاقة الهوائية دي هنستعملها ازاي عشان ناخد مصدر من المياه ونكرره، ونقدر نقول كمان ان انه طبعا انه ارتفاع ابراج الطاقة الهوائية 100 متر، والمروحة دي 35 متر، يعني دي حاجات عملاقة. يمكن طبعا ده احنا الشكل ده نموذج يعني، لكن الحاجات دي النهاردة يعني يوصل لمية متر. عندنا في الزعفرانة في مصر موجود الطواحين الهوائية دي، كل مدى بيزودوها وساعات يحطوها في البحار، لكن احنا عاوزين نركز على التجربة هنا. يبقى التجربة هنا عندي عاوز اطلع مياه نظيفة، وفي طبعا مؤسسات تختص بالحاجات دي وبيدي نفسها رموز على اساس يعني يقدر هو مثلا يبقى له شكل نموذجي. بيعمل على ايه بقى؟ على فكرة الريفرس اوزموزيس اللي هو ضغط اللي هو موجود على الفلاتر،
والضغط ده بيطلع من مخرج الفلاتر دي بيطلع مية فاتت في كل المراحل المختلفة، فاتصف منها كل الأملاح أو كل الرواسب اللي احنا مش عاوزين. طبعا الرواسب دي ممكن تعمل بفلاتر عادية، لكن لما تبقى من غير ضغط، لكن لما يكون في ضغط ده عشان أضمن إنه الفتحات الصغيرة جدا اللي هي مش معمولة عشان الرواسب أو أي أشياء غير مطلوبة، معمولة عشان نخلص من الأملاح، وإحنا عارفين الأملاح دي سواء كانت صوديوم أو أي منغنيز أو حديد أو أي حاجة بتبقى رفيعة جدا، حتى مش موجودة للرؤية، يبقى مش هقدر أفوتها في النظام بتاعي إلا بالضغط. يبقى إحنا بنقول دلوقتي بناخد الفكرة بتاعت الفلاتر اللي إحنا عارفينها يعني من زمان، بس اللي زاد دلوقتي لابد إن أدور على طريقة كبس. يبقى الكبس ده بقى عشان يضمن إن أفوت المية في فتحات منمنمة وتطلع تفضل الملوحة وتطلع الملح ده، يعني احنا شفنا الملح يعني كذا جزء من المليمتر، او الحديد، كل الحاجات دي. فيبقى لازم المحطة بتاعتي يبقى في امكانيات الفلاتر مع امكانيات ضغط، يعني هنلاقي فيها ترمبات وهنلاقي فيها ضغط. اللي احنا بنشوفه نقدر نقول المؤسسات النهاردة لما بتيجي تشتغل بيعملوا التصميم مجسم ويوروه للعميل أو يناقشوا التفاصيل بتاعته، ليس فقط برسومات لأنها بتبقى يعني مملة شوية، لكن هو بيوري هنا حتى من أول هيجيب له مصدر مية. طبعا مصدر مية ده مواش نظيف لأنه ده في وسط الصحراء، هيدخله في المحطة بتاعته، يعني في تغذية للمحطة بوسائل أخرى، أو يكون العكس، يكون جايب الترمبات بالمواسير وفي المياه النظيفة بعد كده بتوزع على مجتمعات صحراوية أو غيرها بعربيات النخل. ما عندنا في الساحل الشمالي برضو في مجتمعات كتيرة أو بتاخد مياه من خط اللي هو خط اسكندرية مرسى مطروح، أو بيبقى فيه نقط تانية ده ياخد المية دي وينقلها باللوريات عشان يوصلها لمجتمعات صغيرة. غير بقى طبعا أنه التعبئة في الآخر، التعبئة عشان ما احنا عندنا هنتكلم كمان، طب ما مش ده بس مية في الحنفية بنتكلم عليها، لا دي المية اللي احنا بنشربها كده بجلنا بالصناديق اللي هي بنسميها احنا المياه المعدنية، هي صح مش معدنية، هي صح يكون شايلين منها معادن كتيرة جدا غير لائقة للصحة، وفي بعض الأحوال عشان في إضافات الناس بتحبها أو معروفة بيقدروا يزودوا. المشروع ده طبعا بنجيبه عشان بيورينا بقى كمية الفلاتر. المهم بقى نبص بقى الفلاتر دي جاية ازاي. أولا جاية جاهزة مقفولة عشان ما يحصلهاش أي تربة أو يعني بيحميها في النقل، ودي بتيجي تتركب بقى. نرجع تاني بقى للمحطة بتاعتنا، عرفنا إن هو ده النموذج اللي هو موجود تقريبا بفروق بسيطة جدا اللي هو موجود، اللي هو مجموعات من الفلاتر بتيجي غاية النهاردة. الفلاتر دي صناعة استيراد، يمكن أنا برضو مش يعني أكيد في مصانع بتفكر إنها تعمل النهاردة، لكن ده عنصر هام جدا في هذه التكنولوجيا، إن إحنا نقلنا من الحاجات البسيطة إلى حاجات معقدة. والمحطات دي لازم نعمل حسابنا إن على مدار السنوات الفلاتر دي اللي هي شايفينها قدامنا هتتسد، الملوحة فيها هتزيد أو الرواسب هتزيد ولازم تتغير. انا ما اعرفش في هذه اللحظه هل ممكن تنظيفها باعاده خروج الحاجات دي، اعتقد لا، بس طبعا في ناس مسؤولين كتيره قوي. غرض البرنامج باستمرار هو تعريف
المشاهد بطريقة بسيطة جدا ايه اللي بيحصل في بلده، ويتغلب ازاي على نقص المياه النظيفة سواء من الانهار او من اي مصادر اخرى، وايضا الخروج الى الصحراء. احنا دلوقتي بنتكلم على الخروج الى الصحراء، الاف الكيلومترات من والامطار مسطحة من الصوب، كل ده عاوز مية، عاوز ناس تشتغل، عاوز مية. فانت النهاردة لازم نفكر بدام خرجنا للصحراء في مشاريعنا لازم نخرج للصحراء بوسائل تغذية الناس، وايضا ربما يكون بعض الصوب دي هيبقى فيها ايه، هيبقى فيها نباتات وحاجات بالشكل ده، ومش كل مية هتنفع، حتى خلاها مية مالحة مش هي دي المطلوبة لأنواع من الخضروات مثلا. المحطات دي نسبة التصنيع بتاعها النهاردة لسه بسيط، ولكن موجود الهيكل، موجود المواسير، موجود الحاجات دي كلها. فاحنا ما بنتكلم على الصناعات المغذية، بنقول فرص للصناعات الصغيرة والهيئات اللي النهاردة بتشتغل في الحتة دي. طيب ما كل ده بقى احنا بنقول، ما احنا بنوري او تابلو او ده موزع كهرباء وادي المفاتيح بتاعته، ادي الصناعات المغذية. احنا عاوزين ننتقل من القش والحلي والخرز والحاجات دي والحاجات دي الى ان احنا نشوف الصناعة الثقيلة رايحة فين، الصناعة المشاريع الكبيرة ماشية ازاي ونحللها. وانا بتفرج اهو بقول والله حتى من غير ما يكون السقف ده بتعمل اكيد طبعا، اللوحات التوزيع كلها بتتعمل فيه النهاردة، حتى في بنشوف المجهود اللي بيعملوه الاجهزة اللي بتنمي الصناعات الصغيرة والثنائية الصغر بيكلموا على التابلوهات دي، وشوفنا امثلة كويسة جدا في الصعيد، مصانع بتعمل كل الحاجات اللي هنا دي. فاضل المواسير دي، عندنا مواسير، مصانع المواسير، عندنا في مصانع الحربية، عندنا إنتاج المحركات بكل أنواعها، الترمبات في مصانع الترمبات، وإذا كان في ترمبات خاصة هنا يبقى توسعوا إليها، حاجات البلاستيك اللي هي التوصيلات والحاجات دي كلها. بنقول برضو عاوزين اللي بيتفرج ده يلقط، ياريت الحاجات دي تظهر قدام كمان الأجهزة اللي هي بتساعد الصناعات المغذية والحاجات دي تتعرض. طب في حاجة تقدروا تعملوها؟ يمكن المثال ده صعب شوية، لكن الترومبة النهاردة بتتعمل، أي حاجة، الخراطة موجودة في المصانع المتقدمة، كل الحاجات دي مدام اتعمل الرسم بتاعها وخدت حتى التكنولوجيا بتاعتها، النوهاو بتاعتها، ممكن تصنع. يعني كلها مثلا هتبقى متخط، هتبقى أجزاء حديدية، هتبقى لو حتى في أي حاجة من المطاط هتتعمل. فأدي المحطة النهاردة العصرية. وعاوزين نقول برضو احنا عاوزين ان الصناعات الكهربائية تلاحق، يعني اللوحة اللي هي الريموت اللي هي تقدر تعملها باللمسة او بالتاتش، تقدر تقرأ في اي حتة الضغط ايه، وتقدر تشغل الترومبة في اي حتة. طيب ما دي صناعة، يعني دي مش لوحة توزيع عادية، دي لوحة توزيع مرئية. يبقى لازم تطلع مصانع صغيرة، اقول له مثلا حط لي ارسم لي الخزانات دي كلها، ارسم لي الحاجة دي كلها، واعمل لي لوحة. ده غير بقى طبعا اللوحة التوزيع العادية اللي عندنا مصانع كبيرة جدا حكومية وغير حكومية. انا اشتغلت في لوحات التوزيع دي مدة طويلة جدا، فدي عبارة عن صاج ببان زائد تصميم زائد مفاتيح، ده بقى الجزء الكهربائي اللي بيتحكم في الترمبات وفي الضغط والحاجات دي كلها، كل دي صناعات. طب واللوحة دي كلها مش صاد متني مكسح، مش دي بنخرم الحاجات دي كلها؟ فيبقى عندنا احنا، انا اقدر اقول لحضراتكم ان انا بتفرج كده في 10 صناعات مختلفة لابد انها تطلع معايا في الحاجات دي، منهم بعد منهم شغال خلاص. بس اللوح دي انا معلوماتي غايه النهارده اللوح المرئيه دي
يعني بيفضلوا انه تتصمم وتيجي جاهزة، بس دي عبارة عن تكنولوجيا معينة. هرسم الحاجات اللي انا عاوزها، اذا كان ده خزان، ده ترومبا، دي اي حاجة اقدر انا ايه اعملها. ولازم اطلع بشركات جديدة تقدر تصمم الوحدات دي كلها محليا. شايفين برضو في حاجات مياش معدنية، حتى النهاردة المواسير اللي بتمشي في العمارات اللي بتخش مياش معدنية، كل حاجة معدنية بتبقى بتصدي. لكن النهاردة في اتجاه، ودي صناعة قائمة، يعني مش هقول عاوزين، لا دي صناعة قائمة، المواسير المعمولة من نقدر نقول بلاستيك، مش بلاستيك قوي يعني، بس في بوليستر يعني، بس تعمل انا حاجات مبسطة قوي في الكلام. وهنا اعتقد ان برضو الحتة دي جبناها من احد المحطات اللي فعلا اتعملت. يعني كل المادة بتاعتنا بتاع التكنولوجيا دي مفروض تبقى متاحة برضو للصناعات دي. ما هو احنا منقل التكنولوجيا عبارة عن يا اما رسومات يا اما تصميمات يا اما شرح لحاجات او التشجيع الى اتجاه الحاجات دي كلها، ترويج للمحطات. يعني هو يشرح يقول والله احنا عندنا هيكل، والهيكل ده كله معمول من كمر من انتاج مصانع الحديد والصلب بتاعتنا، وبعدين كلها عمليات لحام، بعدين عندنا مجموعة من الأزانات ممكن تبقى معدنية او تبقى من البلاستيك، ودي موجودة على سقف كل عمارة النهاردة. يبقى من البرنامج ده لما يظهر يبقى مش المتفرج العادي عشان معلوماته تقوى ويفهم، ولكن أيضا كمجال أساس تحليل وفتح مجالات أو دراسات مبدئية تعطى للمستثمرين زي ما بدون دلوقتي كل حاجة، عشان ما تتكررش نفس الفكرة. بدون شك احنا حاولنا ان احنا نقدم اليوم صورة تحلية المياه وصورة حل كمية كبيرة جدا من المياه المطلوبة للزراعة الخاصة وللشرب ولبعض العمليات الصناعية، لإمكان متابعة التنمية السريعة في الوقت الحالي. الحل كان بدون شك التحلية، وأصبحت النهاردة كل محافظة وكل مصنع وكل منطقة وكل مدينة تبحث عن الحلول. الحلول على البحار هي التحلية من البحر، أما من أماكن أخرى التحلية زائد الخروج وإبعاد بعض الكيماويات المضرة تكون هي الحل. كل ذلك حاولنا نقدمه لحضراتكم في برنامج اليوم للتركيز والتأكيد على أهمية وجود المياه النقية لزيادة كبيرة في السكان في كل العالم وأيضا في مصر. والحلقة جديدة إن شاء الله في الأسبوع القادم. أتمنى لكم أطيب الأوقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.